بسم الله. دلوقتي لو انا عندي فلور وعايز اعمل لها سلاب اتش، تمام، اقدر اجي هنا اقول له سلاب اتش، بس انا دلوقتي عايز اعمل لها بروفايل سبيشال، تمام، يعني بدل ما اقول بروفايل دوت عايز اعمل حاجه جديده، فاعمل ايه؟ هاجي هنا وهقول له انا عايز اعمل نيو فاميلي، ونختار بقى بروفايل هوستد، واقول له اوبن. وهبدأ أرسم البروفايل بتاعي، هستعين طبعا ببعض الريفرنس بلان بالشكل دوت، تمام، تقدر تحول ده لبارامتر زي ما انت عايز، تمام، وتقول له كرييت ريفرنس بلان هنا مثلا، وتبدأ بعد كده ترسم أي شكل انت عايزه، وليكن مثلا لاين من هنا لهنا لهنا، تمام، وتقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام، وتقدر ترسم الشكل بتاعك كده مثلا، تمام. لازم الشكل ده يكون شكل مغلق، تمام، فانا ممكن اقول له انا عايز اعمل مثلا اوفست لكل الشكل دوت بمقدار مثلا جرافيكال من هنا، ادوس تاب نمرك، هقول مثلا بمقدار 2 مثلا اهو، واروح دايس تاب عشان يجيبهم لي كلهم، وبعد كده هقفل الشكل بتاعي، بالشكل دوت ده البروفايل بتاعي، وبعد كده اقول له لود انتو بروجكت، احمله في المشروع، تمام. ودلوقتي بعد كده هقول له سيستم، هقول له انا عايز ارسم فلور، الشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا من الستراكشر، هقول له انا عايز اعمل سلاب اتش، تمام، وهبدأ اختار الشكل بتاعي edit type، أبدأ أختار الفاميلي بتاعتي فاميلي 9، وأبدأ أعمل كليك، يبدأ هو يحطها لي بالشكل دوت زي ما أنت شايف.